هل تعيش سوزان نجمة الدين قصة حب؟ هتتزوجي ولا مش مفكرة بهالقصة؟ لا مفكرة بهالقصة. أكتر من إشاعة بتلاحق سوزان نجمة الدين في الأيام الأخيرة، أبرزها الوعكة الصحية اللي تعرضت لها وزواجها من حارسها الشخصي اللي بيتصدر العناوين الصحفية وبتكون ترند بسببه. البعض ذكر بأنه سوزان رمت هاي الصورة في السوشيال ميديا حتى يعني تحدث لغط وأيضا يتم الحديث عنها، فشو توضيحك لهالقصص؟ لا إله إلا الله. أولاً هاي الصورة من 5 سنين، فيكم ترجعوا على الانستغرام تبعي، من 5 سنين. ليش من 5 سنين؟ لأنه أنا وقت طلعنا بالستاند أب بورد كان من 5 سنين ونص تقريبا. أنا طلع شائعة إذا مثل ما بيروج البعض، طلع مع أمير، طلع مع حدا مهم، طلع مع مش مع حارس شخصي سوريا. رقم اثنين، أنا الترندينج هو اللي ببحث عني، يبدو مو أنا اللي ببحث عنه، لأنه أنا إنسانة حقيقية وصادقة وواضحة جدا. فأنا كل مواقفي اللي بعملها لأنه هاي أنا، مش لأنه بدي من وراها شيء. بس بعيدا عن الإشاعة دي، هل بتعيش سوزان قصة حب؟ هتتزوجي ولا مش مفكرة بهالقصة؟ لا مفكرة بهالقصة، إذا لقيت الرجل المناسب أكيد مفكرة. وفي الحقيقة يعني في حدا مفكر، بس لسه لأنه هذا موضوع بالنسبة لي كثير مهم وأساسي وبحياتي كلها، يعني المهنية والإنسانية والشخصية والفنية من كل النواحي، فبده تريث كثير كبير. بس إيه، في حدا عم فكر فيه. إيه بس اليوم سوزان، معلش، أنت اليوم فنانة وكثير من الناس عندهم يعني فكر عن الفنانين أنه بعد أول تجربة وعدم نجاحها بتصير المسألة سهلة، ولا شايفتيه صار صعب؟ أبداً بالنسبة لي الموضوع أبداً مو هيك، المعادلة معكوسة بالنسبة لي. أولاً زواجي الأولاني كان ناجح جداً جداً جداً، رغم كل شيء صار ورغم البعد ورغم كل شيء، أنا بعتبره زواج ناجح. والله يرحمه لسراج، من أهم وأنبل الناس اللي قابلتهم بحياتي، وأثمر زواجنا عن 4 أولاد بطيروا العقل. وأنا ما طلقت أصلاً، ما كنت مطلقة، ما طلقنا، فكانت تجربة بعتبرها تجربة زواج ناجحة. أنا أي قرار بحياتي هو قرار نابع عن عقلي وعن قلبي مع بعض، وخاصة بمشروع شخصي مثل هذا، فأنا كتير بحسبها. فلا بالنسبة لي الموضوع صعب جداً بقدر ما هو سهل جداً إذا لقيت الشخص المناسب. وعلى صعيد آخر، سوزان عندها عدد من الأعمال، منها مسلسل بيوت من ورق اللي بتصوره الأيام دي في لبنان وتم تسريب صور منه. تشرب بالسوشيال ميديا أنه شو عم نصور، لأنه عادة كان بحب أحكي يعني مشروع بعد ما يخلص. أنا عم صور مسلسل اسمه بيوت من ورق، 50 حلقة، بطولة جماعية، عمل حلو كتير، بتمنى يعجب الناس، حينزل قريبا إن شاء الله، ما في قول تفاصيل أكثر من هيك. وفي عندي فيلم سينما عم يتحضر بمصر إن شاء الله، وفي مشروع كمان تلفزيوني بمصر، وهناك يعني كمان في مشروع عم ينحكى سوريا. يعني في عدة أشياء أولى الديجيتال كمان. بس بتعرف أنا هلأ اللي 3 سنين عم بعتذر، لأنه أنا كمان صعبة بهذا المجال، ما فيني أقبل أي شيء، ما فيني أقول أوكي لمجرد التواجد. ويعني أنه صدفة أنه تعرف المساء أنه أنتوا جيران. وبالصور اللي نشرها يزن السيد على ستوري إنستغرام، شفنا عدد من نجوم الوطن العربي مجتمعين في العمل ده، زي يوسف الخال، داليدا خليل، توني عيسى، جيني أسبر، دانا جابرو وغيرهم. أصبحت العملية يعني نوعا ما شبه يعني معروف عند البعض، فلو تعطينا التفاصيل أدق. وصرب لي صورة كمان، انتعشت جدا لأنه ما بحب نزل شيء إلا بوقته وبالاتفاق مع الشركة طبعا، ولكن سرب من قبل بعض الزملاء هذا الشيء. طيب ممكن بس يعني تعطينا شوية تفاصيل أكثر حتى في حدود المسموح، حتى يعني لا يتم الاعتماد على المعلومات المسربة؟ أقول لك لسه مو مصرح لإلنا، إنه لأنه شركتي المنتجة هي اللي احتلن عن العمل بمؤتمر صحفي قبل العرض، ولكن بقدر أقول إنه عمل رائع جدا، عمل اجتماعي رومانسي أكشن حلو، فيه نجوم كتار. وانت بس اعطينا شوية بعض الملامح الشخصية لإلك حتى يعني لا تتسرب معلومات خاطئة كمان، ورد نسألك عنها. سربت الصورة شكلي طلع يعني كيف. وانا رح لك باختصار، انا اسمي جيجي بالمسلسل، وجيجي هو براند، هي ستايلست وبراند مهم بالمكان اللي هي عايشة فيه. وفي الوقت اللي بتلجأ معظم شركات الإنتاج للمسلسلات القصيرة اللي بتتعرض على المنصات، اختارت شركة أونلاين برودكشنز إنتاج مسلسل من 50 حلقة. وبالنسبة ل50 حلقة مو شايفتيها كتيرة؟ كتيرة الحقيقة، وأنا مع
العشريات ومع هلا في عشريه مطروحه غالبا انه اوكي ان شاء الله. نحن في زمن الديجيتال والسوشيال ميديا الزمن السريع يعني، فهيدا له حلاوته وهيدا له حلاوته يعني. هذا لما بينعرض كمان على فتره طويله بتعيش مع الناس بيعيشوا معك قصصك وحياتك حلو لانه خارج رمضان، والعشريات لها كمان موقعها ورمضان له موقعه يعني. سبحان الله كل شيء بوقته حلو.